تحت شعار العمل التطوعي والتنمية المستدامة، وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع المصادف للخامس من ديسمبر من كل سنة، نظمت الجمعية الوطنية للعمل التطوعي يوما دراسي إعلامي لعرض المبادرة التطوعية لبعض الشباب وتكريم رواد العمل التطوعي. الحفل احتضنه قصر الثقافة مفدي زكريا، وحضرته جمعية المجتمع المدني، ممثلون عن مؤسسات اقتصادية واجتماعية، وأساتذة جامعيون، وتم خلاله عرض الحصيلة السنوية للجمعية. نحن نعتز بأن المكتشفة الإسلامية الجزائرية تخرج سنويا عشرات بالمئات الشباب اللي متطوعين ويساهموا بإيجابية في تقديم خدمات في مختلف المجالات. اليوم الدراسي كان فرصة لعرض نماذج لشباب متطوعة أبوا إلا أن يتركوا بصمتهم في مجال العمل التطوعي. الفخر والاعتزاز لأن عندنا شباب كما هذا اللي يحبوا الحي تاعهم ويحبوا الجيران تاعهم، والدليل على ذلك هو أنه المشروع سموه وأن الدرك معناها فيفر أنصامبل، نعيش معا، وهذا نعيش طبعا بفخر واعتزاز. واعترافا بإسهامه في تكريس ثقافة التطوع والعمل الخيري، تم تكريم المدير العام لمجمع الشروق الراحل علي فضيل نظير جهوده خدمة للقضايا العادلة في العالم، والذي تزامن وأربعينية الراحل. سيد علي فضيل رحمه الله هو بالفعل رجل قدم الكثير، ولكن هكذا يعني يذهب الرجال ويبقى النهج والأثر، وإن شاء الله يعني هذا الشباب يكون لهم هذا الرجل علي فضيل قدوة يعني في العطاء، قدوة يعني في الخير، وقدوة في التطوع. اليوم حضرت رفقة بعض الزملاء لهذا النشاط المقام من طرف الجمعية الوطنية للعمل التطوعي لتكريم الأستاذ الراحل علي فضيل رئيس المدير العام لمجمع الشروق. الجميع هنا يجمع على أنه الأستاذ علي فضيل قدم الكثير، ليس فقط أيضا على مستوى الإعلام، ولكن أيضا على المستوى المجتمعي، على المستوى الخيري، وعلى المستوى التطوعي. الجمعية الوطنية للعمل التطوعي نموذج للعمل الخيري، هدفها نشر ثقافة التطوع برؤية استشرافية، وتتطلع إلى الرقي بالجزائر في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة.